الو، هلا. ها ياسر كيفك؟ هلا متعب. هلا والله. متى حفلة خويك؟ بكره. انت معمدني انت خلاص. ها؟ بكره؟ اي انت معمدني خلاص. ما يمديه ياجلها شوي؟ متعب، انت قايل لي اوكي، انا اعتمدت. انا لو اني قايل لي ماجلها اسبوع عدلناها اسبوع، انت اللي قايل لي اوكي. يعني انت كلمته؟ اي انت قايل لي انت. انا ما كلمت الرجال، انت لو ما قلت لي اوكي ما كلمته. شو اللي صاير؟ في صاير شيء؟ لا خلاص. كل شيء تمام. هو متى بكره بالضبط؟ بعد بكره العشاء. يلا 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 يلا. اسمع انا قريب عندك الان. شو اسمه موضوع الحلقه، كيف وضع عندك؟ اوكي خلاص لا تعال لا تهم. انت قلت لي اوكي عندك. خلاص تعال. كل شيء مضبوط؟ كل شيء عندي. ابشر يا حبيبي، لا تشيل هم. تعال. طيب جبت الحلقه؟ كل شيء موجود. تعال بس انت. طلبت منك الحلقه جبتها؟ قدام. تعال يا اخي، انت ما جالس اقول لك ابشر. خلاص يلا. هلا والله. ماك شو اخبار؟ لا ايه يلا جيب الحلقه اللي قلتها. ها جيب الحلقه اللي قلتها. ها اخاها جيب الحلقه اللي يا اخي. الحلقه ما هو زين. نعم الحلقه. رحت انا المحل. ايوه قال عنده واحد قديم ما ابغى اجيبه. متى كنت قايل لي بتجيب حلقه؟ فطاير ما يكفي؟ متى انا قايل لك عادي الفطاير جبته انا، صح ولا لا؟ ايه انت قلت لي، انا قلت لك بتجيب حلا. متعب انا بجيب حلا. بتجيب حلا معي؟ قلت لي اوكي. سؤال، ليه اجيب فطار واجيب حلا ليه؟ يا اخي ما عليك، هذه نتناقش فيها بعد ما تجيب. يا اخي انت قل لي في المكالمه يا متعب، قل لي ماني جايب حلا، ما نبغى حلا، قل لي كذا، لا تقول لي لا بعدين فجاه تكنسل. ياسر يعني دقيقه، قامت القيامه يعني خلاص ما جبت حلا يعني. على العين والراس. بس انت ليش ما تقول لي ما اقدر؟ لا اقدر. ليش ما اقدر؟ اقدر. كيف تقدر ما جبت؟ طيب خلاص تم. ابشر. كيف تم؟ ايش تم؟ تم على ايش؟ على كلامك. ما ادري ايش تبغى. انت زعلان علي؟ ليش زعلان؟ خلاص حلا وما جبنا، متنا يا اخي، صار شيء. خلاص حلا ما موجود في فطاير. استغفر الله العظيم. استغفر الله. تبيك هوا كريم؟ انا بداله. ايش تبغى؟ ابشر. ايش دخلك؟ ابشر بعد. لا جلس معي كريم. اقدر امدد البرنامج ساعتين؟ تقدر ياسر طبعا. اقدر. إيه؟ طبعا قدام ورانا شيء. حنا ساعتين. كل شيء تم. انت عندك تم الحياه. ابشر يا قلبي ابشر. نقدر نخلي البرنامج اليوم بدون فواصل؟ طبعا تقدر. يلا. انا في هذه الصراحه اقول لك ابشر وانا مغمض، لكن اتوقع ما يقدر، بس ان شاء الله يقدر. طيب موضوع العزيمه بكره ايش الوضع؟ شو يقدر؟ خلاص تم. خلاص تم. انا وابو يوسف كريم و متعب وش اسمه سعد. متعب امورك متعب. الله يرحم والديك. الاسبوع الماضي ايه الرجال اللي جاه ولد، قلنا بنسوي له حفله وقلت لي تم. ايوه والرجال جاء ولا جهزت شيء ولا سويت شيء وابتلشت. انا انحرجنا عند الرجال في النهايه. الرجال ما اكل الساعه واحدة ونص. اكل واحدة ونص وشكل سندويشات بيض وذا، وش اسوي فيها انا سندويشات بيض؟ ياسر لا تصير يا اخي معقد يا اخي. انت بعد لازم نفطح ونهايط وخلاص. ما هو بلازم نفطح. انا جيب لي بيض بس. قل لي انا اقدر على بيض. حاضر يا ياسر. انا بعتني اجيب. انا قلت لك ابشر وكريم قال لي ابشر، فهو اللي راح وخلص. عندك عنده تصوير برنامج خلصه وهو جاب العشاء، هو جاي في الطريق الوقت يكون عندك. أنا أعلمكم. متعب. نعم. تسلفني بكرة 500,000. تم. ها؟ تم. تم. 500,000. تم. 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 جمهورنا الكريم، موضوع حلقتنا اللي ما يعرف يقول لا أبد بيودينا في داهية. يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا 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 لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا 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 لا 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 يا لا. ويوم قال لي قلت له انا تم على طول. كل ما يقول لي اقول تم. في النهايه وهكته مع مديره. كريم الحين انا ما قلت لك نغير ستينج، قلت لي تم. حصل يا ياسر. طيب وين الستينج دلوقتي؟ حل يكون عندك. ابشر كباب. هو دلوقتي يكون عندك ولا لا؟ عشان كذا انا بسال الجمهور الكريم، وش رايكم بالشخص اللي ما يعرف يقول لا، واذا قال اي برضو يعني يا ليت انه يقول اي ويكون قدها، يقول ابشر وما يكون قد كلمته. الشيء الثاني يقول تم ويضغط على عمره ويتسلف من خلق الله ولا يسوي بلاوي عشان بس ما يعرف يقول كلمه لا. ابغى رايكم وتعليقكم على هاشتاق اليوم. حنا عندنا نقول للخوي عزتي للي يخلي خويه.
خويه ما نخلي خويه، كيف اخلي خويه؟ فاقول له تم على طول وامش. وش تخلي خويك؟ لكن برضو لا تحرج خويك. ما انا ما احرجه ولا تحرج نفسك. انت مو خويي، انت ما جيت الا انت متضايق على العين والرأس. فانا بقول لك تم لانك خويي، جيت متضايق. تقول تم لكن على شيء تقدر عليه. معليش خويي يقول لي والله انا عندي كذا كذا، والله اقول ابشر والله بعيوني، لكن انا حاليا ما عندي مقدره. اعتذر منه ما هو عيب، لكن ما في شيء على الله بعيد. والله يا في ناس يتسلفون، والله اعرفهم شخصيا، قسم بالله لو واحد يطلب يقول له لو تقدر على كذا كذا، يقول له تم ابد عندي، وهم مع ريال يفزع الخوي، يتسلف من خلق الله كلهم مدري ايش عشان يفزع الخوي. يفزع الخوي على العين والراس. لكن نتكلم عقلانيا يا جماعه، عقلانيا. ايش الكابه؟ ايش فيك؟ معلش هذا من التم بس حركاته. ها من التم صرنا احنا. وش من التم؟ لا ما له دخل تم. احس راسك شاش يا ابو منصور، راسك شاش. راسي شاش؟ شاش. انت راسك شرطون. تم تم. طيب خلنا ناخذ